الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشرحوا فيه ليتود دو بري. غنخدموا تاني على ليكزام، ليكزامات فان فورماسيون دي ستيج او الكروزوفر فيليير كروزوفر 2020 اللي كنا خدمنا ليه البلانيفيكاسيون، راه كاين في فيديو قبل. الو، هو على هاد الشكل خدمنا بلاني وهذا. الو، اليوم غنخدمو ليتود دو بري. ليتود دو بري هما على هاد الشكل، تعطى ليكزارسيس وتعطى شوا، يعني اختيار تختار هاد ليكزارسيس ولا واحد ليكزارسيس اخر. الو، نقراو بعدا المعطيات كيفاش داير ليكزارسيس. قالك فونتر اوتربريز اي ديسيني بوغ رياليزي دي ترافو كروزوفر دو اون بيسين اون بيتون ارمي دو 1,6 متر دو بروفوندور en vos charges d'établissement du débit quantitatif et estimatif. Galikana, pour faire vous allez vos services vos années à Takana, je m'en dis désignation ou à Takana l'unité de l'homme, le quantité, l'auto-unité. Et nous, je n'ai pas le fait de l'étude de prix. علاش كنديروا ليتود دو بري؟ يعني مثلا فاش كنا مثلا هاد لاطاش كيفاش دايره، يعني غنخدموا واحد لابيسي ليك فيه متر و 60 سنتيم للتحت، وقال لك هاد لابيسين اش كنحتاجو فيه، يعني باش نصوبو هاد لابيسين يعني كنديرو بيتون بروبرو، يعني كنفرشو بيتون بروبرو للتحت، وكنديرو الرادي وكنديرو البوال. الرادي هو الرادي بحال قلتي واحد البلاتفورم، هي يعني هي تيكون الدوزاج كتير على سميت، ماشي بحال البلاتفورم كتكون الدوزاج ديالها قلي السيما قليله. الرادي تيكون بالحديد نيت بحال بيتون ارمي، هذا هو الفرق ما بين البلاتفورم والرادي. الرادي تيكون نيت بيتون ارمي نيت بالدوزاج ديالو، والفوال هو واحد المير ديال بيتون ارمي، يعني حتى هو تيكون مير يعني حيط فيه بالبيطون والحديد، هذا هو البوان. شنو هو الفائدة من ليتود دو بري؟ ليتود دو بري مثلا كتقول لك مثلا هاد البيطون، بيطون بروبروتي يعني داك البيطون اللي كنفرشو ليه لتحت، مثلا أميتر كوب ديال البيطون، أميتر كوب ديال البيطون بروبروتي بشحال غيتقام علينا؟ يعني غنحسبو بالسلعة، يعني السيما والصابل، المهم بالسلعه وبالخدامه، المهم كلشي وبشحال غيتقام علينا. يعني باش تعمر المارشي خصك تعرف مثلا بشحال غتعمر، راه ما كده بشحال غتعمر مثلا بيتون بروبروتي. مثلا قلنا 1000 درهم، منين جات ديك 1000 درهم؟ ها علاش صار حالي تي دو بري. الو، المهم نتمنى تكون وصلتكم الفكره. نكملوا القراءه ديال المعطيات. هنا تاك الراضي شحال فيه؟ قال لك كنحتاجو 10 متر كوب ديال البيطون ديال الراضي، وشحال هاد لوطو انيتي كيعطي لك مثلا هاد لاطاش ديال الراضي باش نخدمو 1 متر كوب. قال لك كنستغرقو 3.8 السوايع، 3.8 السوايع في 1 متر كوب ديال الراضي. هذا هو باش تقرا المعطيات مزيان باش تفهم التمارين كيفاش داير. قال لك هنا باش نخدمو الراضي كنحتاجو 3.8 السوايع باش نخدمو 1 متر كوب ديال الراضي، والفوال 4.1 ساعة باش نخدمو 1 متر كوب ديال الفوال. الوغ لي دوني قال لك اوغيير جورنالي كيخدمو 8 السوايع في النهار، اون ترافاي 6 جور بار سومين، اون موا كوم 26 جور اوفغابل، لو كو اوغيير دو مويان شونتي، يعني كيما كان الخدام كيتخلص ب 17 درهم للساعة. لي فخي جينيرو و لا مارج دو بينيفيزالي، يعني الفري شونتي و لي مارج دو البينيفيزالي فيهم 23% دو لو بري دو فونت اور تاكس. يعني دابا نشوفو منين نحتاجو هاد المعطيات هادو. و لي فخي شونتي قاليك 20% دو ديبورسي سيك، و لا هنا قاليك لا تاكس سوغ لا فالور اجوتي، يعني التيفيا، ديك التيفيا فيها 20%. وهنا تاني عطاك المعطيات ديال الدوزاج ديال، قال لك لي دوزاج دو ديفيرونت تيب دو بيتون سون كونسويت، يعني البيتون بروبرتي الدوزاج ديالو، يعني 1 متر كوب ديال البيتون بروبرتي شحال فيه؟
فيه 250 كيلوغرام بار متر كاري، يعني على بالي ديال متر كيب، يعني متر كيب ديال البيتون بروبروتي فيه 250 كيلوغرام. الصابل هنا قال لك فيه 350 لتر بار متر كيب، يعني متر كيب ديال البيتون بروبروتي فيه 350 لتر ديال الصابل ديال الرملة. والغرافي لو يعني هكا كتقراو المعطيات، البيتون تاع هو البيتون ديال بوغادي، البيتون بوفوال اكسيتيرا. وهنا عاوتاني عطاتك لي بري، لي بري هما الفلوس. مثلا هنا قال لك لي بري ديال مثلا السيمون بشحال، باش كتقمع لينا السيمون باش نجيبو هاد لي بري، راه ماشي بشحال باش كتباع، بشحال باش كتقام علينا حنا باش نجيبوها ونحطوها في الشونتي، يعني دوك المصاريف كاملين باش توصلنا حنا الشونتي كتقام علينا بألف درهم للطون ياك. وهنا الصابل 130 درهم للمتر كوب، والغرافي فيه 100 درهم بار متر كوب، ولو 5 درهم للمتر كوب، ولاسي الحديد 10 درهم للكيلوغرام. هنا لي بيرت، اشنو هما لي بيرت؟ هما داكشي اللي كيضيع، لي شوت ولا لي بيرت، راه بعض المرات كتعطيك لي بيرت ولا لي شوت، راه بحال بحال، يعني داكشي اللي كيضيع. مثلا السيمون كضيع منا مثلا 100 طون، كضيع منا 3 طون، كضيع 3% من السيمون. ديما مثلا جبنا 100 طون، يعني غضيع 3% ديال هاد السيمون. الصابل كذلك كضيع 5%، هادي 5%، الماء 10%، لاسي 3%، اي البيتون تا هو عنده لي بيرت ديالو، هادي ما تنساهاش، عندي سطر عليها وقت ما يتعتقش دول بحال هادي، سطر عليها هادي ديال البيتون راه كتنسى بزاف. دابا نوريكم فين غنستعملوها. الوغ قال لك الاسئله، قال لك ايتابليغ لو سو ديتاي دو فابريكاسيون دي ديفيرون تيب دو بيتون. غنشوفو كيفاش كيتجاوب لهاد سو ديتاي ديال ايتابليغ لو سو ديتاي ديال فابريك. اشنو هو السؤال بعدا؟ قال لك يتابلي على سو ديتاي دو فابريكاسيون، يعني سو ديتاي ديال باش نخلطو البيطون، يعني باش نخلطو متر كيب ديال البيطون. قالك اعطيني لو سو ديتاي، يعني اش غنحتاجو باش نخلطو متر كيب ديال البيطون. هاكا كي ها كيفاش؟ يعني قالك لو سو ديتاي دو فابريكاسيون دو تيب دو بيطون، يعني كدير كتجاوب بحال هكا. السؤال واحد هو كدير متر كيب دو بيطون بروبرتي، كدير هاد الجدول كيما هكا. الجدول كي اش فيه؟ فيه لا كومبينيزون، فيه لينيتي، فيه لا كونتيتي، فيه لي بري، لي بري يعني بشحال. مثلا السي بي جي السيمون شحال الثمن ديالها، وشحال غنحتاج منها واحد متر كوب. وهنا كتقسم الجدول على هذا الشكل، بعدا كدير لي ماتيريو بوحدهم، ولي ماتيريال بوحدهم، لي ماتيريو كونسومابل، و لي مان دوفر، كل واحد كدير الخانة ديالو بوحدو. هنا باش في الخرطة تجمع لي ديبورسيسيك، يعني ديبورسيسيك كتجمع لي ماتيريو، لي ماتيريال و ماتيريو كونسومابل كتجمعهم بوحدهم، و كتجمع لي مان دوفر بوحدهم، و كدير ديبورسيسيك توتال كتجمع هادو و هادو. المهم ندوما نوريكم كيفاش. الوغ نبداو على بركة الله نجاوبو على هاد. مثلا السيمون في البيتون بروبرتي، يعني كتمشي لهاد الجدول، هاهو هاد الجدول هذا ديال الدوزاج، لو دوزاج دو ديفيرونت. قال لك لو بيتون بروبرتي يعني ان متر كوب ها اش فيه، فيه 250 كيلوغرام ديال السيمون، وفيه 350 لتر ديال الصابل، اخا 250 كيلوغرام ديال الوغ. بعدا باش نجاوبو على مثلا بعد هاد الجدول باش نعمرو، هو الاول اول حاجة كيبقى دير لي بيرت، اول حاجة باش ما تنساهاش بدا بلي بيرت، بدا بلي بيرت هما الاول، هما بحالك كدير مثلا السيمون هاهي راه تعطاتك 3%، يعني كضربها في 1.03، يعني مثلا تعطيك اي عدد، مثلا انا بحال هكا تعطيك 6% كضرب في 1.06، تعطيك 10 يعني 1.10، داكشي اللي كتعطيك كضرب في 1. داك العدد مثلا تعطيك 3 في 1.03، اشنو هي 3%؟ هي 0.03،
كتحول هاد المية لعدد، النسبة المئوية كتحولها لعدد، 3% هي 0.03، وكتزيد عليها واحد ديال الكونتيتي نيت حيت عندك هاد الكونتيتي، وكنزيدو عليها لي بيرت. المهم كنتمنى تكون وصلت الفكرة. الو المهم بدا بعدا بلي بيرت باش ما تنساهمش، وغنجيو هنا لي كونتيتي. مثلا سيمون في البيتون بروبروتي اش فيه؟ سيمون في البيتون بروبروتي فيه 250 كيلوغرام، وحنا هنا خدينا بقاو تاخدو هاد لونيت اللي كيتعطاوكم في لي بري. مثلا هنا في لي بري يعني في الفلوس كيقول لك كتخل السيمون كتخام علينا ب1000 درهم الطون، يعني بقا تاخد الطون، والصاب المتر كيوب والجرافي متر كيوب ولو متر كيوب ولاسي كيلوغرام، يعني بقا تاخد هاد لي كونتيتي كيما تعطاوك في لي بري، ماشي بحال هنا راه هنا تيتعطاوك بحال هاد السيمون تعطات في لي بري بالطون، هنا تعطات بالكيلوغرام، يعني باش ما بقاش تلف ديما بقا تاخد ديال لي بري ديال العجوه ديال هاد الجدول هذا. الوغ هنا جينا خدينا الطون متر كوب متر كوب متر كوب، يعني هنا خدينا الطون وتعطات لينا ب 250 كيلوغرام، يعني غنحولو 250 كيلوغرام للطون اللي هي 0.25 كتضرب في 10 ناقص 3 اللي هي 0.25. الصابل عاوتاني الصابل اش فيها؟ الصابل فيها 35 350 لتر، حولها لمتر كوب. عندنا واحد القاعدة كتقول ان متر كوب فيه 1000 لتر، يعني 1000 لتر فيه ان متر كوب مثلا الماء ولا بيطون ولا، يعني غنحولو اللتر للمتر كوب، يعني غنضربو حتى هي في 10 ناقص 3 اللي هي نقسمو على 1000 اللي غتعطيك 0.35. و الجرافي تا هو نفس الشيء، عندك 700 لتر يعني 0.7، اللوط تا هو نفس 150 يعني 0.1. وهنا لي بري، لي بري راه كتنقلو من هاد الجدول ها كيما، يعني فاش كتاخد لي نيتي كيما هما، مثلا فاش كتاخد لي نيتي بحال كيما قلت لكم قبيله، تاخد هنا الطون وتاخد متر كوب سميتو، يعني صافي يعني كتنقل هاد لي بري كيما تعطاو. هانتا سيمون 1000، هادي 130، هادي 100، هادي 5. الو كتجينا هنا مثلا هاد الجدول كلشي عندنا لي ماتيريو، عندنا السيمون الصابل الكرافي ولو كلهم ماتيريو، ما عندناش ماتيريال. مثلا في الفابريكاسيون ديال البيطون كيتعطيك بعض المرات البيطونيه، هنا ما تعطينا لا بيطونيه لا حتى لي مندوبر، ما تعطاش لينا لوطو انيتي ديال المندوبر، هنا ما تعطاش المندوبر، يعني ما كديروش، يعني كيبقى لك كلشي، يعني هادو كلهم لي ماتيريو، السيمون الصابل الكرافيولو كلهم ماتيريو. الوغ اش كدير؟ كضرب الكونتيتي فوا لي بري يونيتي، كتحطو هنا مثلا 0.25 كضربها في 1.03 وكضربها في 1000 وكتحطها هنا. الاخرى حتى هي نفس الشيء وكتحطها، هادي حتى هي نفس الشيء كتحطها. الوغ هنا ما عندناش لي مان دوفر، ما عندناش لي ماتيريو كونسومابل، ما عندناش لي ماتيريال، يعني كلهم 0.00. كتجي هنا كتحط ديبورسيسيك بارسييل، كتجمع التوتال ديال هادو، كتجمع تحط ديبورسيسيك توتال هي هادي. المهم ما تنساش الوحده، بقى تحت ديما لونيتي ما تنساهاش، بقى تحط هنا الدراهم. الو قال لك حيت في السؤال قال لك لو سو دي دو فابريكاسيون دي تيب دو بيتون، يعني لي تيب كلهم ديال البيتون خصك تحسب لهم لو سو دي، يعني شحال من تيب عندنا ديال البيتون، عندنا بيتون بروبروتي، عندنا بيتون بوغاديو، عندنا بيتون دو فوال، يعني هاد ثلاثة كلهم خصك تحسب لهم لو سو دو تاي. يعني ها هو السؤال الأول، لا البيتون الأول حسبناه، دابا نحسبو لو بيتون بوغادي تا هو نفس الشكل الجدول، ديما بقات لي سميتو لي ديما سبق لي بيرس. ألوغ هنا بعدا فسميتو فرادي، يعني كتجي هنا رادي شحال فيه السيمون فيه الصاب فيه الكرافي وفيه لو وفيه التلاسي، يعني فيه الحديد، ماشي بحال البيطون بروبروتي ما فيهش الحديد، يعني كتجينا هنا كديرهم كاملين، كدير هاد لي ماتيريو اللي عندك كاملين، سيمون صاب الكرافي لو لاسي، وكدير لونيتي كيما قلت لك، تاخد لونيتي ديال كيما تعطاك في لي بري، يعني كيما تعطاك هنا في الفلوس، يعني شحال كدير الطون مثلا كتاخد الطون، شحال كدير متر كوب كتاخد متر كوب، مكتبقاش نقلهم من هنا باش ما تلفش في الاخر، يعني باش تاخد باش ملي تبغي تاخد لي بريمين تاخد سميتو لي نيتي كتاخد 1000، ما تبقاش دير العلاقه الثلاثيه
المهم نرجعو نكملو هنا. لي نوتيرا كناخدوها من الجدول كيما قلت لكم بحال هنا. الرادي فيه 350 كيلو غرام نحولها للطول، هذه فيها 400 لتر نحولها للمتر كوب، هذه فيها 700 لتر نحولها للمتر كوب، وهذه فيها 180 لتر نحولها للمتر كوب، وفيها 120 كيلو غرام نخليوها 120 حيت هنا خدينا كيلو غرام، فهمتي؟ يعني هناخدو 120 ونخليوها 120 ونضربوها في 10. الوغ غنجيبو لهنا 350 غنحولوها على سميتو، 400 لتر هي 0.4، 700 هي 0.7 متر كوب. و لي بري، لي بري ديال السيمور حسبناهم قبيلة، الدرهم معتيين 1000 و الصابل 130، هادي 100 و هادي لاسيي 10. يعني كما حسبنا الاول نفس الطريقه، كناخذوا هاد الكونتيتي و كنضربوها في لي بير و كنضربوها في لي بري، كناخذوا الكونتيتي يعني الكميه ديال، حيت كناخذوا هنا بقات يعني هادي بقات هاد البعد هنا، انا كنحسبوا بار امتر كوب، ماشي هاد الكونتيتي اللي تعطات لي كاينه، ماشي هاد الكونتيتي، ماشي 3 متر كوب، ماشي 10 متر كوب، ماشي 15، كناخدو بار امتر كوب. امتر كوب ها اش فيه هادشي، يعني المتر كوب ديال بيتون بروبرتي فيه 250 كيلوغرام ديال السيمون، فيه 350 لتر ديال الصاب، هذا بار امتر كوب ولا المتر كاري ولا على حسب الوحده، يعني واحد الوحده، ماشي 3 متر كوب ولا حاجه. الوغ هنا المهم كناخدو لا كونتيتي ديال السيمو كنضربوها في لي بيرت، يعني داكشي اللي غيضيع من السيمو كنضربوها في لي بري، يعني شحال باش كتقام علينا السيمو 1000 درهم، وكنحطوها في لي ماتيريو. المهم السيمو الصاب الكرافي لو لاسي كلهم مع تاني ماتيريو، ما عندناش ماتيريو ماتيريال، ما عندناش ماتيريو كونسومال، ما عندناش لي مان دوبل، التبرير ما تعطاش لي مان دوبل، راه بعض المرات يقدر يعطيك لوطون اونيتي ديال المان دوبل، انا راه خصك تدخل حتى المان دوبل راه داخل في الفابريكاسيون. الوغ المهم هكا كنحسبو هاديك كضربها في لي بري وكتحط الثمن ديالها وكدير لاصوم ديال هادو كتجمعهم، المان دوبل ما عندناش دونك زيرو، صافي كدير 1725 زائد صفر هي نيت. الوغ نجيو عاوتاني ديال الفوال، نجيو عاوتاني ديال الفوال، باقي لينا هذا ديال الفوال، تا هو 350 450 لتر ديال الصاب 700، كدير نفس القضية، بقى تسبق اليونيتي بعدا، بقى تسبق اليونيتي كما تعطات ليك في الجدول، يعني كما تعطات ليك في الجدول ديال لي بيرت، بقى تاخد لي بري، بقى تاخد اليونيتي ديالهم، وبقى تكتب لي بيرت هما الاولين، يعني كتبها انت خلي النص ديال، بقى تحطها مثلا في النص، دير هنا في وديرها في النص في الجنب حتى تكمل، وعاد نقل لينيت الكونتيتي، الكونتيتي راه ساهله غتنقلها غير من الجدول راه باينه. الو كتسبق لي لي بيرت هما الاولين كما قلنا، وكتزيد لها الكونتيتي راه كتنقلها غير من الجدول كما درنا الجدول اللي قبل، راه كتنقلها غير وكتحطها لي بريتا هما راك غير كتنقلهم من الجدول وكدير صافي، ملي كتنقلها كدير 0.35 فوا لي بيرت فوا لي بري، يعني كتاخد الكونتيتي كتضربها في لي بيرت وكتضربها في لي بري ديال ديك الماتيريو، مثلا السيمو شحال غنحتاج من السيمو وشحال كيضيع منها 1.03 وشحال كتقيم علينا كتضربها وكتحطها منها باينة. المهم هكذا كتسالي وكتحط كتجمع يعني مثلا يكون عندك يعني ماتيريو كونسومار، المهم كتجمع هادو كاملين كتحطهم هنا، المان دوبل بوحدو اللي كتعزلهم هنا، هاد ما عندناش عندهم زيرو، صافي كتكمل كدير لاصوم ديال هادو مثلا زايد هادو زايد هادو كتحطهم هنا، هنا ما عندنا غير لي ماتيريو دونك كدير لاصوم ديال هادوك، صافي كتعاود تكتبها في ديفورس سيكتور فرعية. نفس الشيء يعني تاني السؤال جوج، اش قال لك السؤال جوج؟ سؤال جوج قال لك ايتابلير لو سو ديتاي دو رياليزاسيون دو ديفيرونت تاش. الوغ هنا قال لك مثلا قبيله حسبنا احنا البيتون بروبروتي اشنو فيه، يعني باش نخلطو فابريكي، يعني هنا قال لك لو سو ديتاي دو فابريكاسيون، يعني في السؤال الاول كيتعطيك الفابريكاسيون يعني التخلاط ديال البيتون،
يعني ولا المورتي ولا هنا الخلاص ديال البيتون بروبرتي اش غنحتاجو فيه؟ كنحتاجو السيمون، كنحتاجو الصابط، كنحتاجو الكرافي، كنحتاجو لو، وكنحتاجو المان دوفر كون تعطي لنا هنا، ما تعطاش لنا المان دوفر في التخلاط. كون سميتو راه غيزيدك واحد المواطع هنا ويقول لك بوغ فابريكي اليمون كيعطيك دو انيتيك يتيكالا شي حاجه، فهم كتاخد. دابا نشوفو سميتو السؤال الاخر راه فيه لي مان دوفر، غنشوف كيفاش. هنا ما تعطيناش لينا لي مان دوفر، دونك كناخدو هاد لي ماتيريو باربعه ولا بثلاثه ولا بخمسه، يعني على حساب كل بيطون شحال من ماتيريو فيه وكتحطو هنا. لا هنا قال لك في السؤال الثاني قال لك ايتابليغ لو سو ديتاي دو رياليزاسيون دو ديفيرون طاش، يعني قال لك دابا قال لك حسب ليا انا واحد متر كب ديال البيطون يعني باش نخدموه، فهمتي؟ يعني هنا قال لك غير باش تخلط، غير باش غير الفابريكاسيون، غير التخلاط ديالو بشحال كيتقام علينا. السؤال الثاني قال لك لا، قال لك حسب ليا انا هاد لاطاش الاولى ديال البيتون بروبرتي بشحال غتقام عليا، لاطاش 1 متر كوب ديال هاد لاطاش بشحال غتقام علينا. انا باش نعرفو بشحال غتقام علينا نشوفو اش فيها بعدا ديك لاطاش، اش غيكون، فيها بيتون بروبرتي اللي حسبنا قبيله، يعني 1 متر كوب ديال البيض هنا كدير بعدا السؤال جوج لو سو ديتاي دو ماشي فابريكاسيون، ماشي فابريكاسيون دو سو ديتاي دو رياليزاسيون دو ديفيرونت، ماشي او رياليزاسيون، يعني لو سو ديتاي دو رياليزاسيون دو فابريك دو ديفيرونت طاش، يعني باش نحسبو اسميتو كنديرو بحال الجدول الاول تقريبا، كنديرو 1 متر كوب دو بيتون بروبروتي، يعني هاد المرة لاطاش ماشي فابريكي. قبيلة حسبنا غير الفابريكاسيون، دابا نحسبو لاطاش. لاطاش يعني اش غيكون فيها؟ اميتر كوب ديال البيتون بروبرتي ها هو، واللي مان دوفر دابا كنزيدو غير اللي مان دوفر، يعني في السؤال الاول قال لك باش نخلطو بيتون بروبرتي بشحال غيتقام علينا، واخا دابا حنا صافي فتنا السؤال الاول خلطنا بيتون، هو واجد عندنا بيتون، يعني باش نخدمو ديك لاطاش ديال البيتون بروبرتي باش نفرشو في الارض بشحال غتقام علينا ديك لاطاش، كل متر كوب بشحال غتقام علينا، يعني كناخدو المتر كوب ديال البيتون، يعني غنخسرو البيتون اللي حسبناه هنا ولي من دوفر. الوغ نفس الشيء كدير ديما لي بري راه لي بيرس، راه تعطيوك لي بيرس ديال البيطون قال لك 6%، ها هي ما تنساهاش تعطيك هاهي البيطون 6%، قال لك البيطون كيضيع منو 6%. الوغ كدير لي بيرت على هاد الشكل، يعني 1 متر كوب فوا 1.06، وكدير لي من دوفر هاد 2.8 من جدا، هاد 2.5 من جدا، راه تعطاتك في هاد الجدول، قالك البيتون بروبروتي، لا ماشي هاد الجدول هذا، قالك ديزينياسيون، البيتون بروبروتي، يعني كنخدمو خصنا 3 متر كوب ديال البيتون بروبروتي، وباش نخدمو هاد البيتون بروبروتي، كنحتاج سميتو كيستغرقو دوك الخدامة 2.5 سوايع في 1 متر كوب ديال البيتون، يعني 1 متر كوب ديال البيتون، كنجلسو فيه 2.5 سوايع، باش نخدمو 1 متر كوب ديال البيتون. دونك كنجيو 2.5 حيت خدمنا، حيت كنخدمو دابا بار 1 متر كوب ديال البيطون، يعني انا ناخذ 2.5 خدام راه ما يمكنش يكون فيها لي بير. وكتاخذ دابا هاد لي منين جبنا، هاد منين جبنا، لا الا سولتي هاد السؤال دونك راك معلم منين جبنا هادي بيطون بروبروتي، راه حسبناها انا حسبنا البيطون، يعني لي تود دو بري ديما ركز، ديما لي تود دو بري راه كيكونوا الاسئله زعما متسلسلين، يعني خدمتي سؤال، السؤال اللي من بعده راه غتحتاج منه داك السؤال اللي قبل، يعني راه هكا داير لي تود دو بري، وكيما بحال بلانيفيكاسيون بحال هاد سميتو لي موديل اللي هما على هاد الشكل، كتلقى هادوك خدمتي شي حاجه كتلقى السؤال اللي من بعده راه متعلق بداك السؤال اللي خدمتي. مثلا هنا خدمنا بيتون بروبروتي، يعني شحال غيتقام علينا؟ تقام علينا ب 379.6 درهم، هي اللي كنحطوها هنا، اللي كنحطوها هنا، وكان نديرو النتيجة هاد 17 درهم منين جبناها؟ جبناها من هنا، قاليك هاهي، قاليك لو كوغيغ موان دو شونتيي هو 17، يعني الخدامة بشحال باش كتخلصو 17 درهم للساعة، اوكي؟ كنحطو 17 درهم، هادي راه قلنا منين جبناها، حسبناها من السؤال الأول، صافي كتحطها لي ماتيريو راه ما عندكش، الماتيريال ما عندكش دونك لي ماتيريو كتهز 1.06 كتضربها في 1 متر كوب كتضربها في لي بري ديالها كتحطها تما، جوج ونص عاوتاني 17 كتحطها في البلاصة ديال المان دوفر
نركزوا على هذه، راه كل حاجه كديرها بلاصتها. هنا عندنا بيتون بروبرتي راه ماتيريو، كون عندنا البيتونيه كنحطوها هنا ماتيريو كونسومابل، مثلا بحال الحديد مثلا، داك مثلا فاش تيقول لك حسب ليا 1 كيلو غرام ديال الحديد، وتيقول لك تنستعملوا فيه داك فيل داتاش، يعني السلك ديال الطاشيه، هذاك كيدخل في الماتيريو كونسومابل. الو المهم هنا كتاخد هادي كتجمعهم كاملين، ماتيريو ماتيريو كتحطهم هنا، هنا غير الماتيريو كتعاودها، مان دوفر حتى هي كتعاودها، كدير التوتال ديالهم. يعني هاد دابا الفرق ما بين اخا راه تيكون بلاك كتخلط ليهم هادو، الفرق ما بين السؤال راه بحال بحال السؤال الاول والسؤال الثاني في التسمية. حسبنا امتر كوب دو بيتون بروبروتي، حتى السؤال الاول حسبنا امتر كوب دو بيتون بروبروتي، يعني فين كاين الفرق؟ الفرق هنا في السؤال الاول حسبنا امتر كوب دو بيتون بروبروتي غير باش نخلطوه، يعني باش نوجدو مخلط هاش بشحال كيتقام علينا. هنا لا، هنا امتر كوب ديال البيتون يعني باش نخدموه، ها هو كان عندنا مخلط وخدمناه، يعني بشحال باش كيتقام علينا بالتخلاط وبالخدمة ديالو، ديك لاطاش كاملة بشحال امتر كوب ديالها بشحال كتقام علينا. الوغ غنجيو عاوتاني الامتر كوب دو راديي، تا هو انا عارف شحال كدير لي بري ديال البيتون، امتر كوب ديال البيتون راه امتر كوب واحد، حيت انا خدم الامتر كوب دونك كندير امتر كوب. لي بري تا هما منين كتاخدهم؟ كتاخدهم من هنا، من السؤال الاول حسبتي حسبتي البروبرتي راديي هايا، كتجي كتاخد هاد التعهد الثمن كتكتبو هنا 59 كتقيد كتكتبها هنا وصافي، كضرب هادي في هادي 3.8 عشان راه جبناها من الجدول الاول. باش تيقول لك مثلا الرادي قال لك تيستغرقو فيه 3.8 تسويع بار امتر كوب، حنا كنخدمو نيت امتر كوب، يعني الخدمة يجلسو لنا 3.8 تسويع هي اللي درنا هنا، هي 3.17 ديما، يعني هادي صافي راه غاتعقل عليها، راه تعطات فسميتو قال لك الخدمة كما كان راه كيتخلص ب 17 درهم للساعة، وهنا اليونيتي ديال الخدمة ديما راه كتكون بالساعة. لوغ عاوتاني كضرب هادي في هادي وكتحطها في الماتيريو، هادي كتحطها في الماندوفر، كتجمع التوتال ديال هادو كتحطها تما والماندوفر بوحدهم، وصافي في الاخر كدير ديفورسيستيك توتال كتحطو هنا. الوغ نفس الشيء عاوتاني البيطون الفوال، يعني في عميتر كوب لي بيرت، وكناخدو الثمن من السؤال الاول، في الماندوفر كيخدمو 4.1 ساعة بار ميتر كوب 17 درهم للساعة، كتجمع التوتال كتضربها كتخليها عشان الماندوفر بوحدو وهادو بوحدو، كدير ديفورسيستيك توتال. الوغ السؤال ثلاثة قالك اون ديدويغ لي فالور دو ديفورسيستيك، ها يعني قالك هنا قال لك اعطيني ديفورسيستيك، يعني بشحال دوك لاطاش كاملين بشحال غيتقاموا علينا، فوالا يعني بشحال دوك لاطاش كاملين بشحال غيتقاموا علينا، هي اللي كنديروا هنا. الفرق ما بين هاد الجدول والجدول الاخرين، هذا مثلا منين كناخذ عاوتاني كناخذ هاد الكونتيتي هاد المره ما كناخذوش ديال يعني بيطون بروبروتي 3 متر كوب، راه تعطات لينا في الجدول، ها هي تعطات لينا هنا، قال لك البيتون بروبرتي كنحتاجو 3 متر كوب، والرادي كنحتاجو 10 متر كوب، والفوال كنحتاجو 15 متر كوب، كتجي كتنقلهم كيما هما، كتجي كتنقلهم هنا 13 15 متر كوب متر كوب بيتون بيتون. لي بري ديالهم كتاخدهم من هنا في السؤال جوج ماشي في السؤال الاول، السؤال الاول راه غير فابريكي، هذا السؤال الثاني قال لك بشحال باش كتقام علينا هاد لاطاش امتر كوب ديالها بشحال كيتقام علينا، يعني كناخدو هاد الثمن يعني السؤال جوج ماشي السؤال الاول، بيتون بروبروتي امتر كوب ديال البيتون بروبروتي اللي فيه البيتون بروبروتي ولا ماندوفر، يعني 444.88 درهم، كتجي كتحطها هنا 444.88، الارادي تاع هو 1693، صافي كتجينا هنا ما كتبقاش دير لي بيرت، هنا هنا ما خدامينش لي بيرت، كتاخد الكون حيت حسبناها هاد بلي بيرت حسبناها بكلشي، يعني هادي بشحال باش كتقام علينا لاطاش ديالي، يعني هنا ما كنبقاوش نستعملو لي بيرت، كنجي كناخد الكونتيتي كيما هي، حيت ديجا دخلت انا في هاد لي بري اللي خد اللي حطيت هنا، دخلت فيها ديال الاسميتو ديال لي بيرت وبشحال غتقام علينا وشحال، المهم داكشي اللي كيضيع باش ما يضيعش من المقاول، داكشي علاش كيزيدو هاد لي بيرت.
الوغ كتجي كتضرب 3 في 44 في 5 سميتو كتحطها، الاخرى 10 في 1958 كتحطها، يجي كتحطها التوتال كديرها في الديبورسي سيك. وما تنساش تاع الوحده الدرهم، ما تنساش. هنا السؤال 4 دابا 3 و 2 و 1 كنتمنى يكونوا زعما يكونوا باينين فهمتيهم. المهم ما فهمتيش حاجه، حبس الفيديو عاود عاود سميتو. المهم انا غنحط لكم هذا في التعليق، غنحط لكم في التحت. الوغ قال لك هنا السؤال 4 كالكولي لا كونفيسيون دو فوند، يعني كونفيسيون كا كيفاش كيتحسب الكونفيسيون كا، ها كيفاش كنحسبوا كونفيسيون كا كيساوي البري دو فون ورتاكس على ديبورسيستيك. يعني البري دو فون البري دو فون ورتاكس اش كيساوي؟ كيساوي ديبورسيستيك زائد لي فري شونتيز. يعني هاد القواعد خصك تحفظهم، كيساوي ديبورسيستيك زائد الفري شونتيز زائد الفري سبيسيو زائد الفري جينيرال زائد البينيفيزياليا. بينيفيزياليا يعني الارباح، هما البينيفيزياليا. الوغ هنا في هاد التمرين غنشوف واش تعطى لينا ديبورسيستيك راه حسبناه تعطى، الاخر لي فري شونتي راه تعطى. هما انا جو التمرين اش تعطى فيه، هما قالك لي فري جينيرو و لي مارج دو البينيفيزي اليا قالك 23، يعني بجوج بهم فيهم 23% دو البري دو فونت اور تاكس، كيمثلو 23% من البري دو فونت اور تاكس. وهنا قال لك لي فري شونتي 20% ديال ديبورسيسيك، وهنا الطاكس يعني الديفيا اللي ما مثلا ما خدموهاش. دونك دابا اش عندنا؟ عندنا الفري جينيرو، عندنا البينيفيزاليا، عندنا لي فري شونتي، ما عندناش البينيفي، عندنا لي فري شونتي لي فري جينيرو و لي فري شونتي، ما عندناش لي فري سبيسيو. الوغ هادو كيساوي ديبورسيسيك زائد 20% ديال ديبورسيسيك، الفري شونتي هي 20% ديال ديبورسيسيك. هادي الاخرى بينيفيزاليا والفري جينيرو راه تعطاو قال لك فيهم بجوج فيهم 23% ديال البي في اور تاكس، بري دو فونت اور تاكس. الو هنا كدير كيساوي هادي كدير 1 زائد 0 فاصله، يعني بحال كنت كنعملو بالديبورسيسيك هي 1 زائد 0.20 زائد هادي. الوغ عندنا عندنا بي في كتساوي شي حاجه بي في، انا ردو هاد هادي غنردو على هاد الجي، غتولي عندنا هي 1 ديال هادي ناقص 0.23 الوغ انا راه غلطت ماشي 23 ماشي 46، 23 اللي غتكون هنا، 1 ناقص 0.23 راس حيت على التحت، يعني بي في كيساوي 1.2. يعني اش غندير دابا؟ بي في غناخدو هادي اللي هي 1.2 غنضربها في ديبورسيستيك، راه حسبناها هي ديبورسيستيك توتال هي كتاخدها كتضربها في 1.2 وكتقسمها على 1.023 غير غلطتنا 0.23. دونك بي في كيساوي على بي في شحال كيساوي؟ بري دو فونت اور تاكس شحال كيساوي؟ الوغ الكونفيسيون كيساوي بري دو فونت اور تاكس على ديبورسيسي. صافي كنعاودو البري دو فونت اور تاكس اللي هو هذا اللي لقينا، ديبورسيسي راه تحسبنا راه هي هادي راه حسبناها في هاد الجدول الاخر ديبورسيسي. صافي يعني كتقسم هذا على هذا كيعطيك الكونفيسيون. الكونفيسيون بحال شي واحد المعامل كيبقى ديال الشركة صافي. الو كاين هاد الطريقه باش تحسبها بهاد الطريقه، وكاين بعض المرات ما كيعطيكش مثلا تحسب ديبورسيسيك كتحسبها بهاد الطريقه. كنحطو الكونفيسيون كيساوي البري دو فونت اور تاكس على ديبورسيسيك، وكنحطو اون بوز ان ديبورسيسيك كيساوي 1. حنا كنحطو ان ديبورسيسيك كيساوي 1 وكنحسبو البري دو فونت اور تاكس. البري دو فونت اور تاكس في هاد الحاله غيساوي ديبورسيسيك زائد 5 شونتي زائد الفري سبيسيو زائد البينيفيزاليا، يعني نفس القاعده. كنعاودو ديبورسيسيك دابا بواحد، الفري شونتي تعطى لنا 20% من ديبورسيسيك يعني 0.20 فوا ديبورسيسيك اللي هي راه عاودناها بواحد، وهادي عاوتاني 0.23 فوا بري دو فونت اور تاكس. دونك غنهبطو عاوتاني 0.23 بري دو فونت، غنهبطو لحدا بري دو فونت يعني 1 ناقص 0.23
بي في كيساوي 1.20، دونك 0.77 في بي في كيساوي 1.20، دونك بي في كيساوي 1.20 على 0.77 اللي كيساوي 1.558. هي نيت، هي كانت. علاش كانت؟ حيت علاش هنا كيساوي كا؟ واخا غنجيو نحاولو نعوضو بي في هنا. إذا جينا نعوضو كا كيساوي بي في على الديس على ديبارتيستيك بري دو فوند اور تاكس، قلنا كيساوي 1.558. ديبارتيستيك راه كيساوي عطينا واحد، دونك نقسمو هادي على واحد، هي نيت، دونك كا كيساوي بي في في هاد الحالة. يعني هادي كنشوفها مختصرة كاع، إلا سميتو إلا بانت لك هادي مختصرة كيما بانت لي أنا، بقا تفيريفي بيها مثلا. الوغ هاد السؤال الرابع كملنا، دابا نحسبو السؤال الخامس. قال لك إيطابلي لو دي في كونتيتاتيف إي إستيماتيف. الوغ هاد الجدول ديال الآخر ديال الكونتيتاتيف، إيطابلي لو كونتيتاتيف إي إستيماتيف، كيفاش كيترسم الجدول ديالو. كنحطو المهم اجي راه غير قلبتهم، خاصك تحط مثلا كيما تعطيوك لي نيميرو مثلا، عندي ماشي مشكل، كتعطيك النيميرو ديال لاطاش مثلا، لاطاش الاولى واحد الثانية جوج كذا، يعني لا كومبينيزيون البيتون بروبرتي بيتون، كيما تعطيك في هاد الجدول، كيما تعطيك في هاد الجدول اللي عطاوك هما بحال هكا. باش كتحطو كتحط النيميرو وكتحط لاطاش كيما هما، لونيتي ديالهم ولا كونتيتي ديالهم كيما هما، هكا كتنقل هادو كاملين هكا، وكتزيد كتزيد في الاخر، كتزيد لي بري لي بري، كتزيد لو كونتيت اسميتو ديال الخانه ديال لي بري هما، وكتزيد هنا المونطون. يعني لي بري هاد المره ما كنحطوش هاد لي بري اللي حسبنا قبيله. ف مثلا البيتون بروبرتي واحد بشحال باش كيتقام علينا البيتون بروبرتي، قلنا 444 درهم فاصله 88 هنا باش نحسبو الديبورسيسي، ولكن في الكونتيتاتيف سميتو لي كونتيتاتيف اي استيماتيف، هنا كنحطو كناخدو ديك كناخدو هاد الثمن هذا، يعني كناخدو هاد الثمن كنضربوه في الكونفيسيون وكنحطو هنا، كنضربوه في هاد الكا، كنضربوه في هاد الكا وكنحطو هنا، كناخدو 444.88 كنضربوها في كا وكنحطوها هنا، كشي غندير هنا كتاخد لا تعطيك 694.01، حتى هادي كتاخد داك الثمن كتضربها في الكونفيسيون، يعني كتاخد هاد الاثمنه اللي درتي هنا هادو كاملين كتاخدو، كتاخد هادا كتضربو في هاد الكونفيسيون كا اللي هو 1.558، كتحطو كتاخد عاوتاني هذا كتضربو في 1.558 داكشي اللي عطاك كتحطو. الوغ حتى كتحط لي بري ديالك هنا، يعني هادو لي بري باش كتعمر نيت الشركة مثلا بروبرتي كتعمرو ب 694.01 درهم. الوغ المونطون كتاخد عاوتاني 3 متر كوب لا كوانتيتي فوا هاد لي بري هادو، تاخد 3 فوا هادا 10 فوا هادا 15 فوا هادا كتحطو بحال هاد الشاك. المهم كتحطو لي بري دي فونت اور تاكس، هما بهاد الطريقة كتجمع لا صوم ديال هادو كاملين كتحطوهم هنا وكتحط لونيتي ضروري، هادي ما تنساهاش ديما، كتحط لونيتي. وهنا التيفيا، التيفيا قال لك كتساوي 20% ديال بي في ديال هادا ديال بري دو فونت اور تاكس، كتساوي هادي كتساوي 20% ديال هادي. الوغ اش كنديرو؟ كناخدو هاد الرقم هذا اللي هو 72251.64، كنضربوها في 20 وكنقسموها على 100، 20% اللي هي 0.2، كتضربها في 0.2 ولا كتضربها في 20 وتقسمها على 100 بحال. المهم كتاخذ منها 20%، هذا هو المجتمع من هذا الشيء. الوغ غنضربوها في 0.2 اللي كتساوي 14450، كتحطها نفس التاية الوحدة. والبري دو فونت تي تي سي كدير لا صوم ديال هادي، كدير هادي زائد هادي كتحطها هنا، كدير حتى هي لونيتي ديالها، دونك صافي انت كملتي الاسئلة كاملين. المهم الا وصلتي لهاد البوان دونك راه ها واحد بونجور ديالك بعدا، الا وصلتي الا بقيتي معنا حتى لهاد البقية. المهم الا كنتي وصلتي معنا حتى
الوغ هذا هكا كي نكون كملنا هاد ليكزارسيس ديال لي تود بري واحد هنا نكون وصلنا للنهاية ديال ما حسبنا هاد سميتو الوغ هنا نكون وصلنا للنهاية ديال التمرين حسبنا ديال كونتات جميع الأسئلة يعني خمسة الأسئلة أكثرية الأسئلة هما اللي كيتعاودو نفس سميتو يعني ما تضيعش هاد النقيطة ديال التمرين الو كنتمنى يكون عجبك الفيديو ما تنساش اذا ما كنتيش مشترك تشترك في القناه باش تفعل داك الجرس باش تبقى يوصلك الجديد